الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. السلام عليكم اخواني الكرام متابعي قناه فتحي جيمر دوزاد. اليوم نقدم لكم هذا الفيديو لتحديث مود جرافيك الخرافي جروس ستريت. هذا الفيديو فيه تحديث للجرافيك الذي قدمته من قبل اخواني الكرام. هذا الجرافيك يتضمن جرافيك الام ام جي 2.0، وهو يشمل اللعبة بكاملها وليست منطقة الجروف ستريت فقط، لكن يركز على منطقة الجروف ستريت خاصة. لذا اخواني الكرام اذا اعجبكم الفيديو ارجو منكم الضغط على زر لايك والاشتراك على القناة، واذا كنت تريد رؤية المزيد من الفيديوهات ما عليك سوى تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد على القناة. والان اخواني الكرام سوف اقوم بتوديعكم واترككم مع هذا الفيديو الرائع والجميل. رابط تحميل هذا المود تحت الفيديو اخواني الكرام. الى اللقاء ونلتقي في الفيديو القادم. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.